اهتم أنور سونيا منذ بداياته الأولى بإغناء هذه الحركة الفتية بمصادر وصياغات جمالية تطورت تدريجياً على امتداد المحمل العماني، وهو ما جعل تجربته في الثمانينيات تترسخ مبكراً، ليس لأنه الأفضل على الصعيد الفني أو أنه الأقدم من بين الممارسين، بل لأنه استطاع بفطنته الانتقائية أن يواكب المشاهد التوثيقية باستشرافات مستقبلية، عرف طريقها سريعاً إلى قلب المتلقي الباحث عن صيغ تذكره بالماضي القريب. أنا كنت في البحرين، من مواليد البحرين في منطقة القضيبية، درست دراسة الابتدائية ودرست الإعدادية، وصلت للمرحلة الإعدادية من سنة 1970. طبعاً فكرت أنا وحسن عيسى بوروكا، حسن تبعت أنا بعتبره كصديق الطفولة بالنسبة لي أنا، وجينا أنا وحسن هذيك الليلة في مسقط. نزلنا أيام المسقط، ما كان في مطار القديم كان موجود، جلس في مسافر خانة في مسقط وتعايشت مع الشباب اللي كانوا متواجدين هناك، وعشت معهم بصراحة وسكنت معهم بعدين فترة معينة، وبعدين تعرفت على الناس الشباب النادي الأهلي، وخاصة منهم حسن محمد الياس. محمد الياس كان من ضمن، كان أيام زمان كان معانا في البحرين، فرسرت معاهم أنا وحسن عيسى، بس حسن عيسى راح في نادي النهضة أيام السبعينات، فأنا نزلت رحت في نادي الأهلي، فصار ما بين إحنا أصدقاء مع بعض، وصلنا التنافس في الفن، ودائما نكون نفوز بعض، أنا مثلا عليه هو بيفوزني أنا بفوزه. ساهمت أعمال سونيا من حيث المبدأ في إيجاد مفردات مكانية كالقرية، الرجال، النساء، الأزقة، القلاع، التي امتزجت روحياً مع التجارب المشابهة، وتحديداً مع الفنان حسن عيسى بورك الذي زامل سونيا في تحديد اللغة وتكوين الشخصية البنائية. هذه الشخصية التي لعبت أدواراً بدافع اللحاق بركب المحامل المتقدمة، وعلى ضوئها ورغم بساطة الرؤية استطاعت أن تملي على الآخر إضاءات وصوراً حددت سلفاً تقاليد فنية ومهارات حرفية، حققت توازناً سليماً بين قوة التلقي وذلك الانتقاء الموضوعي، فأسسا معاً فناً استمد خصوصيته من تتابع التراث وتلك المنعطفات المشهدية التي تفاعلت مع ضربات الألوان المتناغمة، باحثة عن هوية خاصة وبناء محتكم بأسس لونية وكتلية ترفض فهماً يقود من الداخل نحو ممارسات فنية حداثوية منبعها الأول الذات والمكان. وأنا أخوي كان نجيب، كان ينحت هذيك الأيام فترة سبعينات، نحات بينحت وهذه الأشياء، وكنا نحن دائماً منساعد بعضنا من بعض. كان عندنا محمد الياس كان مدوي مسرحيات وهذه الأشياء، والشباب اللي كانوا متواجدين كانوا جداً متساعدين بعضنا من بعض، كنا كتلة واحدة، كنا أهل واحد عايشين بعضنا مع بعض. وبعدين كان أول معرض في السبعينات، في ما أدري 75 ما أدري 76 عملنا معرض في نادي النهضة، أول معرض كان يعتبر من ضمن المعارض مجموعة من الشباب الفنانين. وكان حسن عيسى كان نادي النهضة، أنا كنت في نادي الأهلي، وعملنا المعرض وكان ما له إقبال كثير. وبعدين في سنة 1980 أنا فكرت بعمل المعرض في نادي الأهلي وحدي، يعني انفرد،
حملت المعرض طبعا في النادي الأهلي أول يوم، جاءوا مجموعة من الشباب كثير يعني بصراحة. يوم الثاني أنا كنت وحدي جالس مع اللوحات، ما حد للأسف، ما أقدر أقول لهم يعني، ما أقدر ألوم الناس هذاك الأيام الفترة. وهذا من ضمن هذاك الأيام لما عملت المعرض، بعد الليلة الحين ما عملت ولا معرض شخصي، وإن شاء الله أفكر في المستقبل بعمل معرض شخصي وإذا الله أراد يعني. إن اعتماد سونيا على المكان ومحتوياته كمسار لتوجهاته الإبداعية جعل من هذا التتابع حالة تأصلية اتخذت تعابير مختلفة ومستويات بصرية جديدة، استطاع من خلالها أن يقدم لنا من حسه المرهف تعابير طغت عليها قسائم موغلة وآثار مموهة ومكائد تصويرية اتخذت من مفردة الوجوه تفاعلات أثارت الدهشة وعملت على إحداث شرخ في جدار اللوحة. في سنة 1980 فكر لشؤون الشباب بعمل نادي أو بعمل مقر للرسم، وكان في جاب واحد خبير اسمه دكتور بهاء. من دكتور بهاء جاء مجموعة الشباب، محمد قزي من الحنينيين، الأخوان الحنينيين كان ضمن هذيك الأيام، من ثمينات الأخت مريم ياسمين، وتعرفت على الأستاذة رابحة محمود، سهير فودة من فترة كذي، واستمرين أيوم ملنج، وبعدين جاءوا شباب. بعد فترة معينة من تسعينات الشباب الجيل اللي جاي الجيل قوي جدا يعني، أنا أعتبر من ضمن حسين عبيد رشيد وحسن مير من ضمنهم، كان شلة كانت مجموعة يعني، جاب بالطاقة بالقوة هائلة جدا يعني، فعم بغيروا الخريطة الفن التشكيلي نحن الحين. وأنا طبعا اندمجت معهم وعاصرتهم بهذا الفن. وبعدين في سنة ثمانينات لما رحت بريطانيا درست، لما جيت غيرت وجه نظري في الفن. من الأول كنت دائما كنت أرسم أشياء كلاسيكية، كلاسيك ووجوه مناظر، دائما كنت أحب أرسم القلاع، دائما كنت أحب أروح أصور الشياب العجائز والحارات والمناطق، دائما كنت أحب هذه الأشياء. أنا ممكن إحساسي مشاعري يمكن ما أدري دل يعني كنا نعايش معاهم. في السنوات الأخيرة حط سونيا أمامنا مجموعة من المقترحات، سواء أكانت على اللوحة المسندية أو عبر محركات فن الفيديو، سمحت للمتلقي أن يأخذ قسطاً من المساحة في الدخول والخروج بحوارات غير مكتوبة أو منطوقة تتجلى فيها مهارة الوسائط التقنية وتلك الشفافية عند نقل الرسائل من منطقة إلى أخرى. رجعت من البعثة كوني شخصية ثانية غير أنور سونيا، طلعت باسم جديد، فن جديد، بتعتبر هذا الفن بالنسبة لي أنا تجريد، من تجريد وصلت إلى مرحلة، عدة مراحل، عملت مدارس كثيرة واشتغلت كثير في التجريد، من تجريد وصلت إلى تقعيبية، ومن ضمن هذه الأشياء لين وصلت آخر مرحلة بتعتبر هي مرحلة ميديا آر. فعملنا من ضمنهم من الأصدقاء العزيزين طبعا حسن مير كان من ضمن الفنانين هذين، وأنا نفس الشيء بشكر سما عيسى لأن هو ساعدنا كثير في هذا المجال من ناحية الكتابات، من ناحية الأشياء كثيرة يعني. وأنا بشكر أيضا الهيئة وأشكر الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، وصار جمع الشباب جمعهم كلهم عملهم في كوخ واحد، وصار على التعارف، صار على اتصالات خارجية، وصار على اتصالات، صرنا محبة كلنا مع بعض، والحمد لله الحين احنا مستمرين.
إن تلاقح الاتجاهات البصرية في تجربة سونيا تقودنا إلى إعادة رصد تلك الغنائيات التي وفرت حقائق جديدة وتساؤلات نصية مفتوحة لن يستطيع الإجابة عليها إلا الزمن. وما نستطيع فعله الآن هو أن نتعاطف مع نصه القائل: خرجت من قيود الزمن والمكان ورحلت إلى برزخ هو أقرب إلى النطفة التي شكلت خلقي وكونت لحمي وعظمي. لقد عبرت بي تلك الدائرة من الحياة إلى الموت ومن الموت إلى الحياة ثانية.